كنقترح عليكم بريوش سهل وخفيف. غادي نحتاجو في المقادير نص سترو ديال الحليب، الافضل انه يكون واخد درجه الحراره ديال المطبخ. غادي نحتاجو كذلك جوج ديال البيضات، كاسونس ديال سنيده كنعبروا بالكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، خماره وحده ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، والدقيق اللي غادي يكفانا باش نجمعوا هاد البريوش. وغادي نحتاجوا طريفات ديال الشوكولات مقطعين طريفات صغار باش غادي نعمروا هاد البريوش. فهادو هما المقادير. غادي نعاود، غادي نحتاجوا باش نحضروا بريوش سهل وخفيف نص سترو ديال الحليب، قلنا من الافضل ما يكونش في الثلاجه من قبل، يكون غير واخد درجه الحراره ديال المطبخ، يعني نحطوه في الكوزينه. وغادي نحتاجوا جوج ديال البيضات، كاسونس ديال السنيده، كاس ديال الزيت كنعبروا بالكاس ديال العنبه، خماره وحده ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، والدقيق اللي غادي يكفانا باش نجمعوا هاد المقادير كلها، وطريفات ديال الشوكولاته مقطعين صغير باش غادي ندخلوهم في هاد العجين ديال البريوش. بالنسبه للطريقه غادي نخلطوا المقادير كامله، يعني غادي نخلطوا نص سترو ديال الحليب، نحاولوا اننا نديروا مثلا في القصريه نديروا الدقيق هو الاول، نضيفوا ليه الخميره ديال الخبز، نضيفوا خماره واحده ديال الحلوه، نضيفوا كذلك كاس ديال الزيت، كاسونس ديال السنيده دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبه، وجوج ديال البيضات، ونجمعوا نص سترو ديال الحليب. عندنا ميزانه نبقاو نخلطوا حتى كيتخلط هذا العجين كله، يعني كتجي العجينه خفيفه. غادي نخليوها تخمر واحد الساعه، يعني العجين يخمر واحد الساعه، عاد ديك الساعه غادي ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، وغادي ناخذوا هذه العجينه ونقرصوا منها هكا كريسات صغار، ومن بعد كل كريسه اولا كل كويره غادي ندخلوا فيها واحد طريف ديال الشوكولاته. والا ما بغيناش، يعني على حسب الوليدات الا بغاو نديروا فيه الشوكولاته، الا ما بغيناش نخليوهم بوحدهم، يعني هكا غير كويرات بلا ما ندخلوا فيهم الشوكولاته. ومن بعد فحنا غادي نديروهم في لاطه، ناخذوا واحد لاطه اللي كتدخل الفران ندهنوها بشويه ديال الزيت، وغنحطوا هاد الكويرات سواء ممكن نديروا كمية بالشوكولاتة وكمية لا. ومن بعد كنخليوها حتى كتخمر مرة أخرى، واحد تقريبا واحد نص ساعة على حسب يعني الجو ملي كتخمر، يعني خليناها تخمر الساعة الأولى ومن بعد نخليوها واحد نص ساعة، وملي نشوفوا على أنه راه خمرات ديك الساعة غادي ندهنوها بشوية ديال البيض مخلط مع شوية ديال القهوة سريعة الذوبان، مخلطين مزيان يعني البيض مع القهوة سريعة الذوبان يتخلطوا مزيان. ومن بعد بالشتا كندهنوا الوجه ديال هاد الكويرات ديال البريوش، ونرشوا عليهم بسنيدة وندخلوهم الفران حتى كيطيبوا ويتحمروا وبصحة.